ثورة التصميم الجديد مع آيفون 15 برو، أهم قرارات تويتر مع إيلون ماسك، وهواجف واجهة شاومي وسامسونج الجديدة. أهلا بك في نشرتك. ونبدأ نشرة مع مسابقة جديدة من رقمي تي في. لدينا هذه المرة 3 فائزين ببطاقات أمازون أو هواوي جاليري بقيمة 50 دولار لكل فائز. المطلوب الإجابة على السؤال التالي: ما هي الميزات التي أحبها فريق رقمي في جهاز هواوي نوفا 10 برو؟ المطلوب الإجابة من خلال الرابط أسفل الفيديو، وسحب الجائزة في نشرتك القادمة 6 نوفمبر. تسريبات وتقارير تقول إن آيفون 15 برو سيأتي بتغيير أزرار التحكم في الصوت والطاقة لتصبح مختلفة عن السابق، فماذا ستفعل الشركة؟ تدرجت شركات الهواتف في إزالة اللمسات المادية من الهواتف، بدأت بشاشة لمسية، ثم لوحة مفاتيح لمسية، ثم زر التحكم الرئيسي لمسي، والآن جاء الدور على أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة. في السنوات السابقة أصاب تصميم الهواتف جمود واضح. تسريبات جديدة تقترح الآن أن شركة أبل ستعمل على تغيير تصميم أزرار التحكم بالصوت بحيث لن تشعر بأنها موجودة بشكل ملموس مثل الأزرار الحالية التي يمكن أن تتحرك بمجرد الضغط عليها، ولكن في النسخة القادمة ستلاحظ أن هناك شيئا مختلفا. هذه التسريبات أعلن عنها مينغ تشي كو، وهو محلل موثوق ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات عن شركة أبل. تشي كو كتب على صفحته الرسمية في تويتر بأن شركة أبل ستغير من شكل أزرار التحكم في الصوت والطاقة في النسخة القادمة للآيفون 15 برو، ويبدو أنها ستعمل بشكل مشابه لزر الشاشة الرئيسية في آيفون بنسخته 7 والـ8 والإس إي 2، وذلك حين جاء بأزرار غير متحركة ولكن مع تنبيه بسيط عند الضغط عليه للأسفل. شركة أبل استخدمت هذه الخاصية في أجهزة الماك، والتي تعطيك شعور الاهتزاز بمجرد الضغط عليها والتحكم بها. يقول محللون إن الأزرار الجديدة من مميزاتها أنها مقاومة للماء والغبار وتأخذ مساحة أقل في الهاتف، ولكن ستحتاج الشركة إلى مساحة كافية لإضافة تقنية الزر من داخل هيكل الهاتف، لكن الخبر السيء أن هذا سيزيد من تكلفة الهاتف. ورغم أن أبل ليست أول شركة تطبق الفكرة، ولكن هنا نتذكر كلام رئيس الشركة تيم كوك هذا العام حين قال: لا يهمنا أن نكون أول من يستخدم التقنية، بل الأهم أن نكون الأفضل. وذكر المحلل مينغ تشي كو أن النسخة القادمة من الآيفون ستكون مدعمة بمدخل شحن USB من نوع C، وذلك يبدو تطبيقا للقانون الأوروبي الذي صدر مؤخرا لكل الشركات المصنعة للهواتف بالالتزام بمدخل شاحن موحد في دول أعضائها. وقد أعلنت الشركة رسميا على لسان أحد مسؤوليها أن أبل ليس لديها خيار إلا الامتثال للقرار. واجهة شاومي وواجهة سامسونج المبنية على أندرويد 13. اليوم لدينا رسميا مواعيد وصول النظام إلى الهواتف، هيا استعد لتعرف مصير جهازك. بعد فترة اختبار لواجهة سامسونج ون يو اي 5 والمبنية على اندرويد 13، طرحت سامسونج مؤخرا اول اصدار مستقر لسلسلة جالاكسي S22، وتستعد الشركة الان لاصدار تحديثات مستقرة للهواتف الذكية والاجهزة اللوحية الاخرى، وشاركت جدولا زمنيا. المواعيد التي نشرتها سامسونج موجهة الى سوقها المحلي في كوريا الجنوبية، وعلى الرغم ان الشركة لم تنشر جدولا مشابها للمناطق الاخرى، فمن المفترض ان يصل التحديث الى منطقتك بعد وقت قصير من طرحه في كوريا الجنوبية. وفقا للجدول الزمني، ستصدر سامسونج التحديث ون يو اي 5 المستقر لعدد كبير من الهواتف الذكية والتابلت الرائد في نوفمبر، والمتوسطة سوف تستقبل التحديث في ديسمبر، يليها المزيد من الأجهزة في يناير من العام المقبل. فمثلا الهواتف القابلة للطي فليب وفولد 4 و3 سوف تستقبل النظام في نوفمبر، وكذلك S21 و S22 وتابلت S8 وهاتف جالاكسي A53 5G و A33 5G، بينما في شهر ديسمبر سيصل التحديث إلى فولد وفليب الجيلين الأول والثاني وSFE20 وتابلت S7 وS6 جالاكسي A كوانتوم الأول والثاني وعائلة A51. أما في شهر يناير سيصل النظام إلى جالاكسي A23 وA13 وM12، بينما عدد آخر من الهواتف سيصله النظام في ربيع 2023.
أما عن واجهة شاومي القادمة، فرغم أن واجهة ميو آي 13 لم تصل إلى كل الهواتف، لكن تستعد شاومي لطرح واجهة ميو آي 14 والتي تعتمد على نظام أندرويد 13، وستجلب واجهة شاومي ميو آي 14 الجديدة الكثير من التحسينات والميزات الجديدة لأجهزة شاومي. أدرجت شركة شاومي قائمة بعض الهواتف في الإصدار التجريبي من ميو آي 14، وهناك 9 أجهزة ستحصل بالتأكيد على ميو آي 14 أولاً، وهي شاومي 12 تي برو و12S و12S برو و12S ألترا وريدمي كي 50 العادي وألترا وشاومي 13 و13 برو. وصل إيلون ماسك إلى مكتبه في شركة تويتر وأصبح الآن رئيس الشركة. البعض يشعر بالقلق وآخرون متفائلون. هيا نعرف أهم القرارات القادمة. هكذا وصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى مقر شركة تويتر في يومه الأول كرئيس ومالك للشركة. فبعد قضاء أشهر في محاولة الخروج من صفقته لشراء تويتر، يمتلك إيلون ماسك رسميا المنصة. والسؤال المطروح الآن، ماذا سيفعل بها بالفعل؟ شبكة CNN ذكرت عبر مصدر مطلع أن وصول ماسك إلى رئاسة تويتر لن يؤثر على وضع موظفي الشركة، بل مئات الملايين ممن يستخدمون المنصة. يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة، مثل إعادة النظر في المحظورين عبر المنصة وأبرزهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحد من قيود المنصة المفروضة سابقا. وأكد ماسك سابقا أنه سيسعى لإنهاء الحسابات الروبوت. قد تحتوي خطط ماسك على تقليص قوتها العاملة وعدد الموظفين، وهو أمر ألمح إليه من قبل. أشارت التقارير السابقة إلى أنه كان يخطط لخفض 75% من الموظفين، على الرغم من تسريبات تقول أنه أخبر الموظفين بعدم رغبته في اتخاذ هذا القرار. في كلتا الحالتين تتزايد المخاوف، لأن ماسك أقال على الفور الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورئيس السياسة. وعلى صعيد الأمان والخصوصية، اقترح ماسك ميزة التشفير من طرف إلى طرف في الرسائل المباشرة والمراسلة المباشرة. وقال ماسك أن تويتر تحت قيادته سيكون فيها سياسات أكثر تساهلا في تعديل المحتوى. وقال ماسك أيضا إنه يريد جعل خوارزمية تويتر مفتوحة المصدر وجعلها أكثر شفافية للمستخدمين. وقال ماسك أنه يعتقد أن تويتر يجب أن يكون أكثر ترددا في حذف الأشياء وحذرا للغاية مع الحظر الدائم. قد يعني هذا أن قائمة طويلة من الشخصيات اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل ومنظري المؤامرة سيجدون قريبا طريقهم إلى المنصة. لكن ترامب قال إنه لا يريد الانضمام مرة أخرى إلى تويتر، وسيبقى بدلا من ذلك على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال. سؤال الأسبوع كان لمتابعين عن رأيهم بآيفون SE 4 القادم، والتسريبات تؤكد أنه مكرر. نحن في سنة 2022، نحتاج لتصاميم جديدة وجذابة لتغيير تجربة الاستخدام بجانب الأداء والكاميرا. هذا ما يعتقده متابعي رقم تي في حول SE 4 من أبل. فالسعر القادم به لن يكون متوسطا على الأقل. بالمقابل الشركة تقدم أجهزة بأسعار متوسطة يكون تصميمها أكثر جاذبية من أي جهاز آيفون، مضيفين أن تصميمات الشركة أصبحت مملة للأسف وتحتاج للتفكير بجدية لتقديم كل ما هو جديد للمستخدم، خاصة عشاق أجهزة الشركة. فيما قال الأخير، يبدو أن أبل اعتادت على التصاميم القديمة وصبت كامل اهتمامها في القوة والكاميرا. يمكنكم مشاهدة تقريرنا المفصل عن تسريبات الجهاز من خلال الرابط في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. سامسونج جالكسي S23 سيجلب أكبر تحسينات على أداء الكاميرا لأول مرة منذ 5 سنوات. تسريب جديد يؤكد أن سامسونج ستطلق كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل مع هاتف جالكسي S23 ألترا، مع تحسينات خوارزميات الصور لتجربة التصوير من الأفضل في العالم. تسريبات تقول بأن شركة أبل ستقوم بتزويد هواتفها آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس برام 8 جيجا بايت، أي أعلى ب 2 جيجا بايت من النسخة السابقة. وتفيد التقارير أيضاً أن آيفون 15 برو سيأتي بكاميرا زوم تصل إلى 10 إكس بيرسكوب مثل هاتف جالكسي S23. شاومي بوك اير 13 سيصبح رسميا انحف لابتوب في العالم مع تصميم 2 في 1، ويتحرك بزاوية 360 درجة
والشاشة اللمسية ومستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة، ويأتي بالجيل الثاني عشر من معالجات انتل كور i7. بمناسبة مرور 17 عاما على إطلاقها، بدأت منصة يوتيوب إطلاق تصميم جديد للهواتف ونسخة الويب، مثل مظهر بألوان غامرة في خلفية صفحة الفيديو، ما يسمح لخلفية التطبيق بالتكيف مع لون الفيديو. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسوا المشاركة في المسابقة. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.